انجوري وينك انتي؟ يا اهلين، شرفتيني وانستيني. تسلمي لي يا بنتي، وشدي لي حالك شوي، بدي اشوف ولد على حضنك باسرع وقت. ها عنجد؟ ايه، وشو بده يعمل الولد على حضني؟ شبكي انتي، رح تخلفي ورح تكوني امي يا عيني. اه فهمت عليك، وبصير يصرف. ايه وانتي ما عاد تنامي كل الليل وتتعبي وتصير عيونك حمرة من قلة النوم مثل كل الامهات بالحياة، يعني بدك تجهزي حالك من هلأ يا حبيبة قلبي. ايه كيف لك؟ اي اي يا بطني. اي مرحبا، كيفك؟ شو الاخبار؟ اي خير، شبك انت؟ ليش هيك عم تتوجع؟ سألي الست انجوري اللي قاعده جنبك، ليش بطني عم يوجعني طول الوقت؟ لا تصدقي، انا ما عملت اي شيء. لا تصدقي؟ ها؟ وهذا الاكل كله مين طبخه؟ مو انتي؟ شو؟ لا، هذا تيلو جاب الاكل لعنا. تيلو؟ ايه. هو من وين جاب هالأكلة؟ قال هو راح جابها من عند بياع الحلو، هذا اللي فاتح جنب الحارة. مرحبا يا جماعة، شو أخباركم؟ هلأ كنا بسيرتك. أهلين أهلين فيك تلو. طيب أنا ما قلت لك من قبل لا تتأخر علي بالخضرة؟ أنا آسف كتير لأني تأخرت، الصراحة كنت عم أفتل شوي بالسوق. وهلأ بعد كل هالتفتيل جايب هالخضرة البيت معك؟ طيب، مو قالوا في فيروس انتشر؟ وانت جايب لي خضرة فيها فيروسات؟ لا يا معلمي، معقول يعني انا اجيب لك الجرثيم معي لهون؟ طيب هدول الجرثومات انت تركتهم هنيك واجيت لعنا؟ ايه ما تقلقي يا مدام انجوري، هاي الفيروسات السيئة بتخاف مني وما بتقرب علي نهائيا، هيك من انا وصغير. حط هالكياس من ايدك، والاكل هداك من وين جبته؟ من محل الحلويات اللي جنب الحارة. انت عم تكذب. ليش بدي كذب يا معلم من مهان؟ طيب انا بدي اتصل فيه فورا حتى اتاكد. عم احكي الحقيقه. سكوت ولا حرف. وهي شغلت المكبر حتى نسمعه كلنا. الو، تحياتي، كيفك اخي جاي براكش؟ اهلين باخي تيواري، كيفك؟ طمني عنك. انا كتير منيح، وهلا متضايق شوي الصراحه. خير، شو اللي صاير معك يا أخي؟ احكي لي، بترتاح؟ هذا تلو جاب لي أكلة حلوة على البيت، ومن لما أكلته وأنا كثير متضايق وبطني صاير كثير عم يوجعني بسببها، وقال لي إنه هو اشتراها من عندك، لهيك فكرت اتصل وأسألك عنها أخي. لا يا أخي، الحكي غلط، هذا الولد ما اشترى شيء من عندي نهائيا بتاتا. بلكي هاد مشتري من عند غيري ومفكر إنه هو اشترى من عندي وراح لعندك وقال لك هالإشاعات المغرضة.